فيها هي ولا صفافيرها. الاباء هيجوا يتصوروا. اتفضلوا يا بائي، اتفضلوا يا ابونا. تسيبوا لنا الصف الاخير يعني، انزلوا درجه كده بس. تعالى تعالى عشان انا مشيتك مره. لا لا لا، اقف عادي، اقف عادي كده، اقف عادي كده. فين ابونا؟ ابونا نسيب بس. اتفضل يا ابونا، ابونا ارتدي. تعالى يا تعالى يا ابونا، تعالى يا ابونا، ما في مكان ده. بعد الوقفة دي اتضح ان مفيش حد بيصور. فوق. بصوا فوق. بيصور فوق. بنشكر كرار صوت الملائكة من غير تصفيق، بتصفيق بس من غير صفير. اتفضلوا. متشكرين.
القدس الاله الواحد امين. كل سنة وانتم طيبين. بمناسبة تذكار اعلان اصعاد جسد السيدة العذراء، خدوا بالكم هو عنوان طويل شوية، تذكار اعلان اصعاد جسد ام النور. ساعات كتيرة قوي هنقراها كده، تذكار اصعاد جسد السيدة العذراء، لا احنا عيدنا النهاردة اللي هنحتفل بيه، تذكار اعلان اصعاد الجسد السيدة العذراء. وموضوعنا النهاردة قولوا اولا سلام، زي ما جه في لوقا 10 كده، واي بلد دخلتموه فقولوا اولا سلام لهذا البيت، فان كان هناك ابن السلام يحل سلامكم عليه والا فيرجع اليكم. رسالة المسيح للعالم ورسالتنا احنا كمسيحيين هي رسالة السلام. السلام هو عطية المسيح للكنيسة ورسالة الكنيسة للعالم. بس ايه هي الكنيسة؟ خدوا بالكم واحنا بنتكلم عن الكنيسة بنقصد بيها جماعة المؤمنين، كل المؤمنين باسم السيد المسيح ومؤمنين برسالته، دول يسموا كنيسة. عشان كده السيد المسيح قال اذا اجتمع اثنين او ثلاثة باسمي فهناك اكون في وسطهم. رسالة السيد المسيح كانت رسالة السلام، ولذلك الملائكة لما ظهروا للرعاة لما اتولد السيد المسيح في ليلة ميلاده قالوا التسبحة الشربمية المشهورة، تسبحة الملائكة المشهورة، المجد لله في الأعالي وعلى الأرض السلام وفي الناس المسرة. فبميلاد رئيس السلام صار هناك سلام على الأرض، وصار هناك سلام بين السماء وبين الأرض، لأنه قبل كده كان هناك عداوة بسبب الخطية، ولكن بالسيد المسيح وبموت بتجسده وبموته على الصليب والفداء اللي تم السلام بين السماء وبين الأرض. أول حاجة عايزين نتكلم فيها إيه هو السلام؟ السلام بيعني الطمأنينة. السلام الداخلي هو الإنسان بيقدر يواجه كل المشاكل اللي حواليه بقوة، باطمئنان، بدون ما يكون منزعج، بدون اضطراب. عشان كده السلام هو هدف لكل الناس، كل الناس تسعى للسلام، ولكن قليلين هم اللي بيجتهدوا عشان يوصلوا له. مش كل الناس بتجتهد ان هي توصل للسلام. السلام عبارة عن سلام قد يكون للجسد، يعني لما يكون الانسان عنده صحة كويسة نقول الانسان ده الحمد لله عدت بسلام، لما يسترد صحته يقول الحمد لله ربنا عدى الموضوع بسلام. وعشان كده داود النبي لما كان بيسأل على ابنه أبشالوم في الحرب فكان بيقول السلام للفتى أبشالوم، يعني هو كويس صحته كويسة، يبقى ده معنى السلام الجسدي. وفي سلام تاني أهم هو السلام النفسي، حالة الاطمئنان القلبي والخلو من الخوف والانزعاج القلق مهما كانت الحروب الموجودة حوالينا، دي بنسميها السلام الداخلي. ودي اللي اتكلم عنها داود النبي قال كده، ان نزل علي جيش لا يخاف قلبي، ان قامت علي حرب ففي ذلك انا مطمئن. ويقول كده في مزمور الراعي الصالح، الراعي ايضا اذا سرت في وادي ظل الموت لا اخاف شرا لانك انت معي، عصاك وعكازك هما يعزيانني. وده دليل في الايتين اللي احنا قلناهم ان الانسان اللي قريب من ربنا هو انسان معرض للتجارب، بس
محفوظ في يد الله، النعمة تحفظه، الله بيديله قدرة على مواجهة التجربة واحتمالها. هو ده إنسان الله. عشان كده الآية بتقول كثيرة هي أحزان الصديقين ومن جميعها ينجيهم الرب. فيه ناس تقول، وده منتشر على النت، يقول إذا كنتوا أنتوا بتكلموا عن رسالة السلام، فلو بحثنا في التاريخ هنلاقي في حروب كتيرة قوي عملها ناس مسيحيين أو مؤمنين بالمسيح. يبقى إذا أنتوا رسالتكم مش رسالة سلام. وهنا عاوزين نفرق بين الأعمال البشرية والعقيدة المسيحية. عقيدتنا هي السلام مع الكل، كل الناس على قدر استطاعتكم سالموا جميع الناس، إن جاع عدوك فاطعمه وإن عطش فاسقه فإنك بهذا تجمع جمر نار على رأسه. والسيد المسيح قال قاعدة ذهبية في التعامل مع كل الناس، قال إيه؟ كل ما يريد أن يفعل الناس بكم افعلوا هكذا أنتم أيضا بهم. دي رسالة ذهبية، قاعدة ذهبية مفروض نتعامل فيها مع كل الناس. انت عاوز الناس تعمل فيك ايه؟ تحترمك، احترمهم. عاوز الناس تساعدك، ساعدهم. هو ده المطلوب مننا. عاوز الناس تبقى في سلام معاك، خليك انت في سلام معاهم. هو ده القاعدة الذهبية اللي بنمشي عليها في المسيحية، واللي حطها لنا السيد المسيح بنفسه. ونرد ونقول دي أول نقطة. والنقطة الثانية، السيد المسيح طلب من الكل السلام. لما رفع القديس بطرس سيفه وقطع أذن عبد رئيس الكهنة، فقال له إيه؟ قال له الجملة بتاعته المشهورة، قال له رد سيفك إلى مكانه، لأن كل الذين يأخذون بالسيف يهلكون. كل واحد بياخد حاجة بالسيف هيلفها تلف عليه الأيام، وبنفس السيف ده إيه؟ يهلك. كل إنسان بيقتل حد بسيف، السيف ده في يوم من الأيام هيجي عليه وهيهلك بسببه. عشان كده كل المجتمعات وكل البلاد اللي مشيت بتعليم السيد المسيح هتلاقيها دلوقتي مزدهرة، هتلاقيها دلوقتي متقدمة، هتلاقيها دلوقتي عايشة ودايما في ما عندهمش مشاكل. ليه؟ لأن المجتمع أقيم على المحبة والسلام بين أفراده وعدم استعمال العنف مع حد، فأصبحت كل المجتمعات دي عايشة في صحة، عايشة وهي مطمئنة، والعكس صحيح. فالرسالة هي رسالة السلام. هناخد نقطتين فقط عشان مش هنطول عليكم. السلام هو عطية الله للكنيسة، وزي ما قلنا كلمة الكنيسة ممكن نشيلها ونحط بدلها المؤمنين باسم الرب يسوع، اللي أمنوا بيه واعتمدوا على اسمه وبيتناولوا في كنيسته، هم دول يتسموا على بعض ايه؟ الكنيسة. الكنيسة كمبنى ملهوش قيمة حقيقية بدون الناس. انتوا تعملوا كنيسة، الناس هي اللي تعمل الكنيسة. السيد المسيح كان مجه اتسمى رئيس السلام، عشان كده في النبوة في أشعياء قال كده، لأنه يولد لنا ولد ونعطى ابنا وتكون الرئاسة على كتفه، ويدعى اسمه عجيبا مشيرا أبا أبديا رئيس السلام. وهو نفسه قال كده، سلامي أترك لكم، سلامي أنا أعطيكم، ليس كما يعطي العالم أعطيكم. ونسب السلام لنفسه، ودي تثبت لاهوته. القديس كيرلس الكبير عمود الدين قال على الآية دي إثبات واضح، لأن الله المسيح هو الله المتجسد،
لأن السلام ده بتاع الله، هو خده لنفسه، قال سلامي أترك لكم، سلامي أنا أعطيكم، ليس كما يعطي العالم أعطيكم، لأن سلام الله يفوق كل عقل. هو ملك السلام وإله السلام ومصدر السلام. مصدر السلام الحقيقي هو الإيمان بالسيد المسيح. عشان كده يقول القديس بولس إيه؟ لأنه هو سلامنا الذي جعل الاثنين واحدا ونقض حائط السياج المتوسط. هو سلامنا الحقيقي. وبيقول في الرسالة لأهل رومية: فإذ تبررنا بالإيمان لنا سلام مع الله بربنا يسوع المسيح، في رومية 5. فإذا تبررنا بالإيمان لنا سلام مع الله. فمصدر السلام الحقيقي هو المسيح. طيب وإزاي ننال هذا السلام؟ بالإيمان به، والإيمان بعمله. ولذلك الكنيسة في كل صلاة تقول كده، في نهاية الصلاة يقف الكهن يقول إيه: يا ملك السلام أعطنا سلامك، قرر لنا سلامك، واغفر لنا خطايانا. والقديس بولس يقول: وسلام الله الذي يفوق كل عقل يحفظ قلوبكم وأفكاركم في المسيح يسوع. لأن السلام ثمرة من ثمار الروح القدس، وأما ثمر الروح فهو محبة، فرح، سلام، طول أناة، لطف، صلاح، إيمان. حيث يوجد المسيح في حياتك يوجد السلام. في حادثة مشهورة، التلاميذ كان السيد المسيح ركب معهم السفينة، وبعدين السفينة كانت ماشية في بحيرة طبرية ونام، وهو في وسط الليل قامت عاصفة شديدة جدا، والتلاميذ انزعجوا وراحوا بسرعة يجروا عليه وصحوه بسرعة، وقالوا له: يا سيد نجنا فإننا نهلك. فالسيد المسيح قال ليهم: ما بالكم خائفين يا قليل الإيمان؟ ليه؟ لو عندكم إيمان حقيقي ما تضطربوش، أنا معاكم في السفينة، يبقى ما تضطربوش أبدا. ثم قام وانتهر الريح والبحر فصار هدوءا عظيما. هو ده السلام. حيث يكون المسيح في حياتي فهناك السلام الحقيقي يملك على قلبي ويملأ قلبي. مش ممكن أي حاجة تخلي الإنسان يضطرب. الاضطراب دليل ان الله مش موجود في حياتي بشكل كفاية. وعشان كده السيد المسيح كلم مرسى، قال لها: مرسى مرسى انت تهتمين وتضطربين لامور كثيرة، ولكن الحاجة الى واحد. اذا كان الواحد ده موجود في حياتنا مش هنضطرب ومش هنعول الهم، مفيش حاجة هتزعجنا، لأنه ربنا معانا. إذا كان الرب معنا فمن علينا؟ وده اللي عاشته الكنيسة الأولى، وما زالت الكنيسة تعيش إلى الآن في الأحداث اللي حوالينا. في الكنيسة الأولى هيرودس الملك، وده كان حفيد هيرودس الكبير اللي اضطهد السيد المسيح ساعة مولده، فحفيده بيكمل الطريق بتاعه، فقام وعمل اضطهاد على الكنيسة وقتل القديس يعقوب الصغير، وخد القديس بطرس سجنه استعدادا لإعدامه تاني يوم. وهو بالليل وتاني يوم هيتعدم، جاله ملاك ربنا ونخسه وزقه. ليه؟ يقولك كان نائما نوما ثقيلا. طب انت هتتعدم تاني يوم ونايم النوم ده؟ ايوه، لانه في سلام بيملك على قلبي، مش فارقه معايا اي حاجه، انا ربنا مطمني، مديني هدوء مع نفسي، انا مش منزعج. وقام فعلا وخرجه من السجن.
ولحد ما خرج من السجن وراح وهو مش في الطريق كان بيعتقد انه ده حلم مش حقيقة، وكان مطمئن جدا. ونفس الوضع حدث مع القديس بولس والقديس سيلا وهما في السجن في فيليبي، راحوا خدوهم ووصوا عليهم وقالوا لهم الجماعة دول كانوا عاملين مشاكل، طب هنعمل ايه؟ قالوا لهم قالوا للسجان حطوهم في السجن الداخلي. كان السجن مقسوم نصين، نص ده خارجي ونص داخلي. قالوا لهم لا، دول وصاية يتحطوا في السجن اللي جوه ده ما بيوصلهوش نور خالص، وايه كمان ويتحط رجليهم في المقطرة. يعني ايه دي؟ يعني رجليهم تتكلبش بحديد تقيل، لا يعرفوا يناموا ولا يبقوا تعبانين، وتبقى الليلة بتاعتهم صعبة. والسجن الداخلي ده ريحته كريهة ومكان رطب مجنون رطوبة، شيء يعني عقوبة للإنسان أشد من أي عقوبة تاني. ومع ذلك يقولوا الكتاب قضوا الليل كله يسبحان الله، فرحانين بربنا لدرجة ان هم بيسبحوا ربنا. يعني درجة سلام عالية جدا جدا كانت جواهم. ده بقى الفرق بين الانسان المتمسك بربنا والانسان اللي مش متمسك بيه. الانسان المتمسك بربنا مصدر سلامه هو الله ذاته، والله غير متغير ثابت ما بيفرقش معاه الظروف. لكن الانسان اللي ملوش علاقة بالله مصدر سلامه العالم، اللي بيحققه من نجاحات في العالم، اللي بيحصل عليه من اموال في العالم، هو ده مصدر سلامه وفرحه، وده مصدر متغير مش ثابت، وبالتالي لا يحصل على سلام حقيقي. عشان كده السيد المسيح نادى كل الناس قال لهم ايه؟ تعالوا الي يا جميع المتعبين والثقيل الاحمال وانا اريحكم، احملوا نيري عليكم وتعلموا مني لاني وديع ومتواضع القلب، فتجدوا راحة لنفوسكم. هو ده الدعوة، دعوة عامة لكل واحد. انت تعبان؟ تعال لي، امشي معايا، امشي وانا هشيل معاك، وانا عندي استعداد ان اشيل معاك، امشي وانا هريحك، امشي وانا هديلك اللي يفيدك، اللي يوصلك للملكوت. ساعات الله بيسمح بالتجربة علشان الانسان يمشي معاه ويصلي ليه، مش عقوبة زي ما احنا متخيلين. هو اللي فيه الراحة. يبقى دي النقطة الاولانية، السلام كعطية الله لأبنائه المؤمنين باسم. النقطة الثانية، السلام عطية الكنيسة لكل العالم. فالسيد المسيح قال لتلاميذه كده في متى 28 إصحاح عدد 16، قال اذهبوا إلى العالم أجمع واكرزوا للخليقة كلها وعلموهم جميع ما أوصيتكم به وعمدوهم باسم الآب والابن والروح القدس. كل العالم فيه رسالة الكنيسة المفروض تحملها للعالم كله، جميع ما أوصيتكم به، وجزء من هذه الوصايا هو السلام. ولذلك نجد في رسائل الكنيسة اللي احنا بنقراها كانت تبدأ بعبارات السلام. القديس بولس الرسول مثلا كتب 14 رسالة، 13 رسالة منهم بتبدأ بعبارات السلام، 10 رسائل تبدأ بالعبارة دي، نعمة لكم وسلام من الله أبينا والرب يسوع المسيح. 10 رسائل اللي هي الرسائل اللي وجهت لمدن او للكنائس الموجودة في مدن، وثلاث رسائل وجهت لاشخاص بدأت بالعبارة دي، نعمة ورحمة وسلام من الله الاب والرب يسوع المسيح. 13 رسالة. طب والرسالة 14 ما كانش فيها تحية سلام؟ يقول المفسرون
الرسالة للعبرانيين القديس بولس الرسول كتبها بأسلوب مختلف عن باقي الرسائل علشان العبرانيين اللي هم اليهود يعني يقبلوها ويقروها، لأنهم كانوا في عداء بينهم وبين القديس بولس الرسول، فاختلف اسلوبها شوية عن باقي الرسائل. ولكن هو كان يريد طبعا ان تحمل هي نفسها الرسالة، تحمل سلام. ده 14 رسالة، 13 منهم بتبدأ بعبارات سلام. طب والرسائل بعد كده، في 7 رسائل اسمهم رسائل الكاسيليكون، يعني رسائل الجامعة، لانها ما توجهتش، الرسائل دي ما توجهتش الناس معينين، اتوجهت لكل الناس. تقول كده الرسالتين بتوع القديس بطرس الرسول يقول فيهم: لتكسر لكم النعمة والسلام. رسالة القديس يهوذا يقول كده: لتكسر لكم الرحمة والسلام والمحبة. سفر الرؤيا، ودي آخر حاجة اتكتبت في أسفار العهد الجديد، يقول كده القديس يوحنا الرائي: يوحنا إلى 7 كنائس التي في آسيا، نعمة لكم وسلام من الكائن والذي كان والذي يأتي ومن 7 أرواح التي أمام عرشه. كلها رسائل سلام، دي رسالة الكنيسة لكل الناس. عشان كده أي صلاة بتبدأها الكنيسة هتقول إيه فيها؟ بعد ما يقول الأبونا إشليل يعني صلوا، يقول إيه؟ ده تنبيه. إشليل دي اللي بيقولها أبونا، دي تنبيه للناس عشان يقفوا ويصلوا. بعدها على طول يقول إيه؟ إيريني باصي، يعني إيه؟ السلام لجميعكم. أول حاجة في الصلاة بيعطي السلام. وتاني حاجة في ختام كل صلواتنا بنقول عبارة مشهورة خالص في ختام الصلاة، نقول إيه؟ بس بنقولها بالقبطي: ماري بك ناينم تكهيريني أوين صفتم بك لا أكسطير. دي اللي احنا كلها بنقولها. دي معناها ايه؟ لتكن رحمتك وسلامك حصنا لشعبك. لتكن رحمتك وسلامك حصنا لشعبك. رحمة الله وسلامه الذي يفوق كل عقل هو بالفعل حصن لكل إنسان من تجارب العالم وحروب الشيطان. فلتكن رحمتك وسلامك حصنا لشعبك يا رب. عبارة بنكررها كل يوم وفي كل ختام صلاة، بس احنا يمكن بنكررها بالقبطي وحافظينها قبطي، لكن لو قلناها بالعربي بنقولها في لحن اسمه: أيها الرب إله القوات، لما بيتقال في الكنيسة. فلتكن، بنقولها كده: فلتكن رحمتك وسلامك حصنا لشعبك. وبعد كده يجي الكاهن في الاخر خالص يقول ايه: يا ملك السلام اعطنا سلامك، قرر لنا سلامك واغفر لنا خطايانا. جميع صلواتنا تبدأ باعطاء السلام، الكنيسة تعطي السلام للناس، وفي الختام نطلب من الله ان تكون سلامه هو الحصن المنيع اللي كل إنسان يتحصن فيه من تجارب العالم ومن المشاكل الإنسان بيواجهها. هو ده طلبنا الأساسي في كل صلاة، هي دي رسالة الكنيسة لكل العالم، رسالة السلام. عشان كده نقول دايما سيد المسيح نفسه قال كده: طوبى لصانع السلام لأنهم أبناء الله يدعون. الذي يصنع السلام صار ابن الله لأنه بينفذ مشيئته، ماشي في الطريق اللي عاوز كل الناس تمشي فيه. عشان كده كلنا عاوزين نقول مع بعضينا: لا تنزع يا رب سلامك من قلوبنا فنصير فريسة للخوف والاضطراب والقلق، فنفقد سلامنا مع أنفسنا. وإذا فقد الإنسان سلامه مع نفسه فقد الله سلامه مع الآخرين، وإذا فقد سلامه مع الآخرين هيفقد كل شيء ويفقد نفسه في النهاية. عشان كده نقول دايما: اجعلنا يا رب من أبناء السلام ومن صانع السلام، فنكون أبناء ليك، أبناء ليك لأن احنا بنصنع السلام. وناخد بالنا
كل كلمة إدانة دية لا تصنع سلام، كل مشاعر كراهية لا تصنع سلام. مطلوب مننا طلب بسيط نحاول نحققه النهاردة عشان يبقى العيد بالنسبة لنا مختلف. ابعتوا رسائل تهنئة لكل الناس، الناس اللي متصالح معاهم والناس اللي انت متخاصم معاهم، علشان تبقى رسالة سلام للكل. على قد ما تتصالح مع الناس حتى اللي ظلموك، على قد ما قلبك هيتنقى ويتطهر وتكون لك علاقة حلوة بربنا. هتقول ده اتضاع، ده كده انا بهين نفسي، اصلي هم لما ياما غلطوا فيا، اصلي هم ما سألوش عني، اصلي هم ظلموني، اصلي هم عاملوني بطريقة وحشة. وقد يكون هذا الكلام صحيح، بس مطلوب منك انك انت تحقق رسالة السيد المسيح، لانه هو عمل كده مع الناس كلها. هو حط على الصليب غفل لصليبيه. فابعت رسالة تهنئة لكل الناس. اذا كنت متخاصم مع 10 وفي 2 ولا 1 منهم ردوا عليك، يبقى انت كسبت اخوك، وتأكد انه ده قوة مش ضعف. ده دليل قوة. الذي يغفر هو الاقوى مش الاضعف. ليه؟ لانه قدر يسيطر على مشاعر الكراهية اللي جوه، قدر يسيطر على كبرياؤه. واذا الانسان قدر يسيطر على كبرياؤه، يبقى كده بيخلي عمل النعمة يشتغل مع نفسه. عشان كده الصف الامثال يقول ايه؟ حاكم نفسه خير من حاكم ايه؟ مدينة. اذا الانسان قدر انه يتضع، هيجد عمل المسيح بوضوح في حياته، ومش هيندم. مفيش عمل خير الانسان بيعمله الا ويتردله اكتر منه، مش زيه، اكتر منه. لانه ربنا ما بيقيمش الامور على مستوى الانسان، ربنا بيرد على مستواه هو، وهو مصدر كل الخيرات. فشوف هيدي نعمة قد ايه، يدي راحة بال قد ايه، يدي الشعور بالفرح قد ايه، يحل مشاكل حواليك قد ايه. كن دائما مصدرا للسلام مع الجميع، ولا تنسى ان هذه هي رسالة كل شخص مسيحي، مش رسالة الكاهن بس، ولا رسالة الخدم اللي في الكنيسة بس. ده رسالة كل واحد انه هو يحاول ان يصنع سلام. السيد المسيح قال لما قال طوبى لصانع السلام، كان يقصد بيها كل شخص، مش اشخاص معينة. نحاول نعمل الموضوع ده، وتأكد انك مش هتندم. اللي مش هيسأل مش مشكلة، يمكن نسي، واللي سأل اديك كسبت شخص ما خسرتوش. صدقوني معظم مشاكلنا ان احنا مش ماشيين بحسب التعليم اللي احنا بنسمعها، او ان احنا بنتكلم كتير ونفعل قليل. ممكن نوعظ نفسنا ونوعظ اللي حوالينا، لكن احنا ما بننفش. هي دي المشكلة. ربنا يملكم بالبركة، يملكم بالسلام، يملكم بالنعمة، ويعود عليكم الأيام دي بكل خير. وما ننساش نحاول نعمل حاجة مختلفة في العيد ده. هنحس بأنه مر علينا عيد بشكل مختلف. وإلهنا المجد دائما أبديا، أمين. من الليل ويذوق سابت ريك أيوك أجيوم نف ماتي كان كعيك استطيعون استطيعون من تنوشي فورين قوين مجي وبن شوي سيسوس بريستوس اسموني مهم في عروم عريبك ناينم تكيريني أوي استطيعون بك لا استطيعون وانينان كيريني سوين كيريني سوين كيريني فلوكي صنامي
اسمه إيروي اسمه إيروي سيمي طانيا كوني إيفو الغوين بإزمو خريستوس بالنوتي آمين السشوبي. يا ملك السلام أعطينا سلامك، قرر لنا سلامك، اغفر لنا خطايانا، لك الملك والقوة والمجد العزة والبركة من الآن وإلى الأبد أمين. بقولنا جميعا أبانا الذي في السماوات يتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، خبزنا ذا الغد أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر عن وعد المذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، المسيح يسوع ربنا لأن لك الملك والقوة والمجد. بكرة في قداسين